فيديو ريزن جديد، وهو ريفيو عن القالب اللي جالي هديه من جروب سيليكون مولد اف ام في دمياط. هيظهر لكم صورته على جنب واللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس لو عايزين تتواصلوا معاها. تسلم ايدك يا فيفي، القالب حلو جدا وانبسطت جدا بالقطعه اللي انا عملتها دي. تعالوا شوفوا معايا المراحل اللي انا مريت بيها عشان اطلع القطعه دي، ويا ترى القالب شكله ايه، ولما اشتغلت فيه كمان وطلعنا منه شغل فضلت فيه اللمعه ولا لا. معاكم تسبيح ويلا بينا نبدا. بصوا يا جماعة، أهم حاجة طبعا هنشتغل فيها وهو القالب دوت. بصوا القالب كبير بس الصراحة جميل جدا، وأنا انبسطت بيه قوي أول ما جابتولي هدية الصراحة. فيفي الجروب بتاعها ظهر لكم على جنب أهو، واللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تواصلوا معاها لو انتوا عاوزين. القالب حلوة قوي واللمعة بتاعته جميلة، بس الجزئية دي كان فيها مشكلة، فعشان كده هي ادتني جزئية تانية بديلة ليها. خلاص هنعمل القالب ده كله مع بعض. طبعا ده ينفع هدية كتب كتاب، خطوبة، فرح، بمناسبة عيد جواز، فالصراحة فكرته حلوة جدا. وكمان هيكون معانا ريزن طبعا اللي انا بقدر اوفره لكم، لو انتم مقيمين في قطر اتواصلوا معايا عشان اديكم منه. خلاص، وكمان كوبايات بلاستيك، عصيان خشب، ميزان. بصوا الجليتر ده، دي الحاجات اللي عندي، فانا كنت بفكر احط فيها جليتر ولا لوب. وتعالوا نشوف مع بعض المراحل. وطبعا ولاعه تورش، ومهم جدا يكون جنبكم وايبس عشان اي ظروف تحصل تلحقوا نفسكم. وانا هستخدم الاسود الاكريليك ده، مفيش مشكله لو انتوا عايزين تستخدموا اسود مايكا او اسود الكحوليك براحتكم، انا هستخدم الاكريليك عشان عايزاه يبقى اسود قوي ناصع يعني. خلاص المهم يكون نوع اكريليك حلو. خلاص انا هبدا اوزن. بنبدا نوزن ازاي؟ الرزن بيبقى الميزان مقفول، نحط عليه كوبايه فاضيه وبعد كده نفتح الميزان. نبدا نحط كميه الرزن، وحسب النسبه اللي خاصه بالنوع بتاعك تروحي قافله الميزان وفتحة تانية عشان تحطي كميه الهاردنر. مفيش نسبه ثابته يا جماعه للرزن، لا كل نوع وعنده النسبه بتاعته. انا النوع بتاعي 6 ل 4، وهو ده اللي انا عملته. انا بصوا هعمل كوبايتين، علشان قبل كده اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ما ينفعش نعمل كميه كبيره في كوبايه واحده، هتلاقوه يتفاعل بسرعه قوي ويطلع دخان ويتصلب يبقى حجر جوه الكوبايه، وطبعا الدخان بتاعه خطر جدا. فاحسن حاجه ان انتوا توزعوها. فانا الصراحه الكوبايه ما بعملش فيها اكتر من 100 جرام. خلاص فانا عملت 100 جرام و100 جرام تانيه. انا هنا كنت عامله 50، بس هرجع تاني ازودهم، وفي الاخر هخلط كوبايتين 100 جرام و100 جرام. خلاص علشان نبدا نشتغل بيهم. اول حاجه واحنا بنخلط، طبعا بنخلط بشويش جدا، انا مسرعه لكم التصوير، بشويش جدا في اتجاه واحد عشان نتفادى ظهور البابلز. وكمان خدوا بالكم ان هو الاول بيبقى شفاف، بعد كده بيظهر له تغييمه، وبعد كده لازم يرجع شفاف عشان تبقي انت قلبتي صح. خلاص انا هنا زي ما انتم شايفين حطيت الجليتر ده. الجليتر ده حجمه كبير مش صغير، مش الباودر. انا والله قعدت ادور على الباودر، عندي باودر احمر بس ما لقيتهوش. كنت هحط من الباودر الناعم مع الكبير، كان هيدي شكل حلو قوي وهيملى معايا فراغات كمان، بس انا ما لقيتهوش يعني. فالمهم خليته كله كده، وكمان عمل شكل حلو جدا جدا. بصوا انا فكرت كتير اعمل القلب ده ايه، يعني اعمله مثلا شفاف وفي ورق ذهب، ولا اعمله في قلوب حمراء، ولا احط فيه ورد. وبعدين فكرت ان احلى حاجه وانسب حاجه كمثلا لو اتعمل لفالنتاين او لعيد حب او كده، ان هو يتعمل في جليتر احمر او حاجه حمراء زعقه باينه يعني، علشان دليل يعني القلب وكده. فده اللي انا قررت اعمله. انا عايز اعرف ارائكم، كل واحد يكتب لي تحت هو لو في مكاني او هي لو في مكاني ممكن تعملوا القلوب دي لونها ايه، عشان بعد كده لو جالي اوردر مثلا يبقى عندي افكار حلوه من عندكم. فكل واحده تنزل دلوقتي توقف الفيديو وتكتب الالوان اللي هي ممكن تعملها في القلب دوت، والولد والبنت يبقوا الوانهم ايه، وهل يا ترى الالوان انا حطيتها حلوه عجبكم ولا كان ممكن نغير شويه. بصوا انا حطيت الوان اكريليك، خدوا بالكم من حاجه، ما تزودوش الالوان الاكريليك، لان هي لو زادت بتخلي الريزن يتصلب اسرع ويجمد كده، يعمل شكل مش تمام. فعشان كده ما تزودوش، ولما تشتغلوا بالوان اكريليك صبوها على طول، ما تصبروش عليه يتفاعل ويبوظ لكم الرزن او ينشفه. بصوا انا بدات هنا اهو اصب في القطعه بتاعتي،
انا بس يعني بصوا هبدأ اصب حتة حتة عشان اضمن بس ان انا ايه هعرف املى كل القوالب القلبين يعني كلهم بنفس الحبة اللي معايا. بصوا كنت عايزة الوردة اللي هي ماسكاها دي تبقى حمرة فيها جليتر، وانا حتى كنت في مرحلة من المراحل حطيت لهم قلوب عند قلبهم، بعدين حسيتها صراحة رخمة فشلتها، كان قلب واحد هنا وقلب واحد هنا. طبعا ممكن دوت لو انتوا بتعملوه بمناسبة كتاب او خطوبة او فالنتاين او اي حاجة، يبقى نكتب الاسم على الاشخاص او على القلب اللي تحت، او عارفين حتى على دوران القلب الكبير ممكن الاسم يتكتب كده بشكل حلو جدا لو كتب بالاسود. انا كنت لسه بفكر الصراحة ان لو انا هخليها ليا وليا انا وجوزي في بيتنا ممكن اكتب عليها اسامينا، ورغم ان انا ما حطيتش اسامي الصراحه عشان لو هي مثلا لما انزلها على الجروب لو جات لها بيعه ممكن وقتها اللي عايز اكتب له اسمه عليها وتبقى حلوه قوي. تخيلوا كده على القلب الاحمر دوت رحنا كاتبين اسم بالاسود كده بطريقه حلوه، هتبقى لذيذه جدا. فالصراحه انا شايفه ان القالب ده جميل قوي وينفع جدا في المناسبات دي. بصوا انا بدأت اهو اوزع. بصوا بقى الفكرة في ايه، ان انا عايزة ادخل الاحمر ابو جليتر في الاطراف يعني ادمجه مع الاسود بس مش قوي على الاطراف بس. خلاص انا هستنى يا جماعة اشوف ارائكم كلكم رأيكم ايه، ايه يا ترى الالوان اللي انا كان ممكن اعملها غير كده. انا ما جاليش الصراحه افكار تانية، هي دي الفكره اللي طقت في دماغي وحسيتها حلوه، وحتى النتيجه حلوه جدا يعني انا النتيجه حطيتها وحطيت على القلوب الحمراء اللي انتوا شايفينها في الصور دي، حطيت على الحيطه وراها قلوب حمراء من الورق، وايه ده منظر تحفه يعني، دي لو معموله في مناسبه او في حاجه تبقى حلوه جدا. بس انا طبعا يا جماعه ما يعني انا كنت بدلق وكان في حاجات بتقع على القالب، يعني حاولوا انتوا بالاكتر ان ما توقعوش حاجات على القالب يكون افضل، بس انا كده كده في الاخر هنضف الموضوع دوت يعني. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ادخل فيه. بقى ملحوظه حاجه مهمه جدا، انا هنا زودت الاسود شويه فابتدى الاسود يسرح هو على الاحمر، لا انا عايزه العكس، فلما انتوا تعوزوا ان الاحمر هو اللي يدخل على الاسود يبقى نقلل الاسود شويه والاحمر هو اللي يبقى كتير فيسرح هو اللي لجوه مش العكس. ودوت المشكله اللي انا هواجهها دلوقتي، بس هتشوفوا انا هحلها ازاي. حلها سهل جدا، بص انا ماشي بمشي التورش علشان طبعا ما يبقاش في عندي بابلز عشان يبقى الشكل حلو. برضو حسيت ان في مثلا حبة اماكن فاضية في الريزن، شايفين الاسود ازاي بيسرح، فطبعا دي حاجة ضايقتني. المهم انا حسيت ان في حبة فاضي فرشيت فيهم حبة جليتر. اللي انا بعمله شايفين ايه، انا بشيل من الاسود علشان اعمل فيه مستوى منخفض شوية فالاحمر هو اللي يدخله، فانتوا ممكن من الاول ما تحطوش كتير وتتفادوا الموضوع دوت عشان طبعا الاسود ما يسرحش على القلب بتاعنا. بص اللي انا عملته، انا كمان جيت في نص القلب رشيت حبة جليتر، وهاجي كمان عند البنت والولد ورش عليهم جليتر من تحت. معرفش ايه وجهة نظري بس انا حسيتها كده حلوة، قال يعني الحب بقى هيطلع من القلب اهو، وهيطلع الجليتر ده لو هو الحب وهيطلع يملاهم من تحت لغاية ما يوصل لراسه وبقى لغاية فوق وكده. معرفش تفسير يعني للفكرة. بقولولي انتوا ايه رأيكم، بس انا الصراحة انبسطت جدا بالمنظر دوت. انتوا حتى هتلاقوني انا بعد كده قدام شوية لما اجي احط الطبقة اللي بعد دي هحط حبة جليتر كمان في البنت والولد عشان تطلع لفوق اكتر. بصوا عشان تبقوا فاهمين، شايفين القلب دوت، القلب ده فيه فتحتين، القلب الكبير هيقف في فتحة والبنت والولد هيقفوا في فتحة. يا رب تكونوا متخيلين المنظر معايا. طبعا بقى في حاجات كتير وقعت، زي ما قلت لكم انه خدوا بالكم بما ان احنا حاطين الوان اكريليك في الريزن فده بيخلي الريزن يتقل ويمط كده، فده اللي هيحصل، لان انا كنت كل ما احط بقى كان في حاجات بتتمط معايا شويه، وطبعا بتلاقوني شف خالص، فعشان كده لو هتحطوا اكريليك تشتغلوا بيه بسرعه. بصوا انا هنا عملت ريزن تاني باحمر علشان اعلي المستوى بتاع الاحمر فيدخل هو على الاسود.
خلاص، وبالخلة بقى تظبطه. كل الحاجات دي عادي جدا احنا نمسحها ممكن بوايبس، وحتى لو ما مسحناهاش فما فيش اي مشكلة، هي مش جاية معانا. بس طبعا الافضل عشان ما تضطروش تصنفروا او تعملوا حاجة. بس اوريدي انا كنت كده كده هعمل طبقة كمان، فما فيش مشكلة. بصوا هي بوايبس وكنت بحاول انضفه. خلاص ده هنا بقى لما شايفين هنشيل شكله طلع القلق. حلو حلوة قوي ازاي، انا عاجبني قوي لعلمكم. الولد والبنت دول ممكن نستخدمهم في حاجات تانية، مش عارفة ايه هي، لسه ما جاتليش الفكرة. بس مثلا ممكن يتعمل ستاند مدور ويبقى برضو للخطوبة، وتتعمل عليه البنت والولد دول واقفين عليه يعني فوقيه، فاهمين؟ فوقيه، ويبقى برضو يتحط على ستاند قلب من تحت، ويتحط مكان او علبة مثلا للدبل. يعني ممكن تعمل افكار كتير حلوة قوي. طبعا اخلعوها بشويش، حاولوا ما تقطعوش القالب علشان خاطر في تفاصيل، يعني في حتت صغنطوطة قوي عند الشوز، في حتت حوالين الشعر الرفيع ده، فمهم جدا نعملها بشويش. وانا هنا الحاجات اللي حوالين الوردة دي هشيلها، وفي حتة كده اتقفلت عند الرجل عادي جدا، انا زقتها بقطر راحت وقع. خلاص وادي القلب، بصوا شكلهم طلع حلوين قوي خالص. انا لسه هديهم طبق التلميع علشان بس في اثار ايد جت عليهم. بصوا هيبقى شكلهم حلو قوي ازاي. دي ممكن اساسا تبقى حاجة لوحدها، القلب واقف فيه الولد والبنت، ونقفل الفتحة التانية. فصراحة القالب بجد والله انا مبسوطة بيه جدا يا فيفي، ان انا ممكن اعمل منه افكار كتير. يعني كل قطعة فيه انا ممكن استغلها لوحدها، حتى القلب الكبير دوت احنا ممكن نصنفر خالص القطعة اللي تحت ويبقى هو القلب ده بس، صح؟ فممكن يتعمل منه افكار كتير قوي، بس هو عايز اللي يفكر، يعني عايز حد فاضي كده ورايق ومش وراه حاجة يقعد ده يفكر ويجرب ويعمل وكده. فربنا يسهل، ويعني ان شاء الله نجرب ونعمل حاجات كتير مع بعض. شايفين كمان القطعة دي طلعت حلوة قوي ازاي، في طبعا حبة حاجات بقى على الاطراف وكده، فانتوا ممكن تعملوها بصنفرة، وانا عملتها بقطر. بس للاسف ما صورتش الحتة دي الصراحة، انا اسفة والله، عملتها بسرعة كده. بصوا القالب طبعا عليه حاجات، اوعوا تسيبوا القالب بتاعكم بالمنظر ده خالص وما تبوظهوش. اي نعمل الشغل يعني الحاجات الملزقة دي بره، مش في القالب من جوه، بس طبعا لازم تنضفوه. هاتوا بقى تيب عريض كده واقفلوه على بعض، وبايديكم بقى اقعدوا حاولوا تلموا كل الجليتر، كل الحاجات السوداء. لو لاحظتوا ان مثلا في حاجة سوداء ماسكة قوي، عادي قوي ان انتوا تشيلوها بايديكم بس بشويش، المهم ان انتوا تحافظوا على القالب ما تبوظهوش خالص. افضلوا بقى كملوا كده غاية ما تنضفوا القالب. انا قعدت انضف فيه لغاية ما نضفته على قد ما قدرت، وهرجع اكمل معاكم. بصوا انا نضفته كده دلوقتي، بس لسه هكمل تاني، بس حبيت اوريكم. شايفين اللمعة يا جماعة بتاعة القالب؟ يعني بجد يا فيفي والله تسلم ايدك. بصوا القالب بعد ما استخدمته ما زالت اللمعة بتاعته حلوة قوي، فبجد تسلم ايدك. تعالوا بقى عايزين نبدأ نعمل طبقة تلميع كده على القطعة بتاعتنا. لان بصوا انا هبدأ هنا اخلط ريزن تاني علشان خاطر احطه على القوالب بتاعتي، على القطع بتاعتي سوري، عشان المعها وكمان اخفي اي اثار بقى بصمات او حاجة، وكمان عشان كان هي طالع ليها اطراف، بدل ما اصنفرها قلت لا خلاص انا املي المكان دوت بالريزن. الموضوع طبعا يرجع لكم، تقدروا ما تعملوش الطبقة التانية دي حاجة ترجع لكم، بس انا عن نفسي حسيت ان هي تبقى افضل كتير. لان في حاجة كمان، انا ما مليتش القالب للاخر. لو انتوا مالين القالب للاخر فانتوا ممكن ما تحتاجوش الموضوع ده، بس انا مش مالية القالب للاخر، فطلعته بره وعملت الطبقة الاخيرة دي. خلاص انا هنا تقريبا عملت يمكن 75 جرام، يمكن الليلة دي كلها واخدة مني مثلا 400 جرام 350 400 فرنجة، قولوا 400. خلاص لو هتعملوا القالب كامل اوكي، وطبعا الافضل يا جماعه تعملوه كامل، بس انا قررت ان انا اعمل مرحلتين. بصوا انا قصيت الكوبايه عندي هنا عشان ارفعها قوي، اقدر اضغطها كده فيبقى رفيع، عشان اقدر اصب في الاماكن دي بشويش، عشان اصب بشويش. بصوا انا هنا كنت بوريكم ان انا بس بالقطر كل الحاجات الزيادات دي وقعت عادي. خلاص هاجي اهو، شايفين في طبعا بابلز، معرفش انتوا بقى واخدين بالكم ولا لا، بس انا هجيب التورش، والتورش هتضيع البابلز
وطبعا كل ما بنصب بنعمل كده. انا النوع بتاعي زي ما انتوا عارفين في بابلز كتير، غير ان انا الصراحة ساعات ممكن اقلب بسرعة شوية او كده، فبتفادى الموضوع ده بقى بالتورش واظبط الدنيا. بصوا انا الريزن بتاعي عشان تقيل فهيقف في النص، بس كان في هنا حاجة غريبة، الريزن كان بيروح الناحية التانية، معرفش كان في بقى كهرباء ولا ايه بتشد مغناطيس، فحتى بعدت الشكل شوية. وبدأت برضو اعمل، شايفين البوز الرفيع اللي احنا عملناه بسبب القصة ده، هيظبط ان احنا ننزل الحاجة مظبوط، بس في الاماكن بقى اللي زي الرجلين والحتت الصعبة دي اضطريت ان انا استخدم الستيك علشان ابقى متأكدة ان انا مش هغرق الدنيا. انا برضو في الاخر مش عايزة اغرق الدنيا. خدوا بالكم من حاجة، شايفين حتة المستطيل اللي تحت الولد والبنت دي بتدخل في الفتحة اللي في القلب، فاحنا ما ينفعش نتخنها، لو تخنتوها مش هتدخل في الفتحة، هي معمولة على قدها بالظبط، فدي برضو ملحوظة لازم تاخدوا بالكم منها. ولو هي مثلا مش عايزة تدخل ممكن تدوها صنفرة خفيفة عشان تصغر شوية وتدخل، بس هي قد القالب بالظبط وانا جربتها بنفسي. خلاص شايفين انا بحاول ازاي ان انا اجيبه على الاطراف وابقى متاكده ان انا مقفله الدنيا كلها ومتظبطه. بص الصراحه القالب بالذات البنت ولد دول عاجبني جدا، يعني عايزه والله افكر اشوف انا ممكن استغلهم ازاي. بص انا جاتلي فكره دلوقتي بس انا مش هقولها، وان شاء الله بعملها قدام برضو، ربنا يسهل. تعالوا ندخل بقى بعد كده في القطع التانية الكبيرة، القلب. انا برضو هفضل املى فيها، وهاجي برضو للمنطقة السوداء اللي في النص احط فيها برضو. لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي فاهلا بيكم في قناتي، يا رب تكونوا مستمتعين بالفيديو. قلبوا في القناة لو فيديوهات كتير جدا، ولو انتوا متابعين للرزق هتلاقوا كورس رزق مجاني اونلاين على قناتي، تحفة مفيش بعد كده، يعني مش هتحتاجوا ولا كورس ولا تسألوا ولا أي حاجة، 6 فيديوهات فيهم الخلاصة. فبجد اتفرجوا على السلسلة بتاعة الكورس دي هتعجبكم جدا. ولو القناة عجبتكم، فيديوهات عجبتكم، متنسوش تشتركوا في قناتي، لأن أنا لسه عندي فيديوهات جاية كتير جدا، وإن شاء الله طول ما انتوا بتدعموني وبتشجعوني أنا عمري ما هبطل، وهعمل لكم دايما أفكار وحاجات مترقعة كتير قوي. وما تنسوش بقى لو انتوا على طول متابعين ليا بس لسه مكسلين، يا جماعة بطلوا كسل، دي دوسة مش هتفرق معاكم اي حاجة، الدوسة بتاعت سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك مش هتفرق معاكم حاجة، بس تفرق في نفسيتي جدا، بتفرق في دعم قوي جدا ليا ان انا اقدر اعمل لكم فيديو. فلو انتوا بتستمتعوا بوقتكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي ما يضرش ان تعملوا لي لايك، يعني اعملوه خير كده، اعملوه خير مش هتخسروا اي حاجة، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم واعمل لكم فيديوهات حلوة قوي تعجبكم. متنسوش بقى اللي عنده اسئلة يكتبها لي في الكومنتات، وكمان لازم تكتبوا لي اقتراحات للون القلب واللف والبنت والولد والقلب الزغنطة اللي تحت، لازم انا عايزة اشوف اراء، يعني هل انا اخترت حاجة صح ولا في اراء احلى مني، وانا بحب جدا ان انا اتعلم منكم. طبعا اللي عنده اي اسئلة واللي عنده كومنت جميل برضه يكتبوا لي. خلاص وما تنسوش يا جماعة اللايك، عشان اللايك بترفع من روح المعنوية وبترفع الفيديو، ويا سلام اللايكات اللي بتيجي في الاول دي هي اليوتيوب يروح رافع الفيديو والناس تتفرج عليه. وطبعا لو انتوا عايزين تتواصلوا مع في صاحبة جروب بتاع سيليكون مولد اف ام في دمياط موجودة في مصر، تقدروا تتواصلوا معاها وتقدر توفر لكم القالب دوت. خلاص انا بوزع الريزن زي ما انتم شايفين على تالت جزء كمان. خدوا بالكم ان انتم ما تجيبوش ريزن في الفتحات اللي في النص، عشان لو بقت ضيقه اكيد القطعه التانيه مش هتدخل فيها، ونعمل لها بقى بالتورش، وبعد كده نسيبهم علشان ينشفوا ومحدش بقى يحط ايديه عليهم ولا اي حاجه، وبعد كده نرجع نشوف ايه الاخبار ويا ترى هتطلع نتيجتهم ايه، ويا ترى لما نركبهم هيبقى شكلهم كمان ايه. بصوا شكلهم اهو بعد ما نشفوا، شايفين شكلهم بقى حلو قوي ازاي، واللمعة بتاعتهم فظيعة. بص انا زودت جليتر اهو زي ما بقول لكم لفوق شوية، فشكلهم فظيع. القطعة دي بصوا بتتركب في دي تحفة تحفة، هي حتى لوحدها كده حلوة قوي. انا صراحة عجبتني جدا، وعجبني جدا الفكرة نفسها، ويا رب تكون عجبتكم. والفيديو كان سهل وبسيط، والقالب يا جماعة سهل جدا جدا جدا.
لو لسه مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي فتسلموا على دعمكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وكل فيديوهاتي ان شاء الله تعجبكم. اللي عايز يتواصل مع الجروب هتلاقوا صورة الجروب على جنب هنا دلوقتي واللينك في الديسكريبشن بوكس. وتسلم ايدك يا فيفي على الهدية الحلوة دي، بجد انا انبسطت جدا جدا بيها. يلا اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.